بطل في توسيخ الملابس، بس قميصي يرجع لي أبيض بهذا الشكل مش معقول. ترى أم هذا الولد هل ضاعفت كمية المبيض؟ هل أعادت غسل الثياب مراراً أم جربت تايد مع مبيض؟ الجواب الثالث هو الصحيح. إليكم المسحوق الجديد تايد مع مبيض. إن ثوباً بهذا الاتساخ مغسولاً بالأساليب المألوفة بياضه ظاهر، والثوب المغسول بتايد مع مبيض بياضه باهر. من كثر الغسيل غترتي صار بياضها مصفر، لكن هذه المرة صار بياضها باهر. ترى زوجة هذا الرجل هل راحت تغلي غسيلها طوال الليل؟ هل نقعت غسيلها طوال الليل؟ أم جربت تايد مع مبيض؟ صرتم تعرفون الجواب طبعاً. تايد مع مبيض أول مسحوق يجمع فعالية تايد الفائقة في التنظيف مع فعالية مبيض متفوق ويحفظ رونق الألوان. تايد مع مبيض، وانقلي غسيلك من بياض ظاهر إلى بياض باهر.